أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج رواد الأعمال. مثل ما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف رجل أعمال، رحبوا معي بضيفنا رجل أعمال الأستاذ صلاح من إيس ستيشن. أهلا وسهلا أستاذ صلاح لوجودك ببرنامجنا. مرحبا، أهلين وسهلين، والله يحييكم وفرحانين باستضافتكم إن شاء الله. تسلم، الله يخليك. أستاذ صلاح، بداية بدي تعرفني عنك وعن بداياتك مع البزنس. بسم الله الرحيم، اسم صلاح محمد عبد الله، مهندس كهرباء. كنت أعمل في القطاع الحكومي، فقررت فترة من فترات بعد فترة عمل يعني 10 سنوات تقريباً أن أنتقل القطاع الخاص، ودرست وضع السوق وبحثت عن الفرص المناسبة اللي أقدر أشتغل فيها أو تتناسب مع هواياتي وميولي، كوني أنا تخصصي مهندس كهربائي. فوجدت مجال الأيس كريم كصناعة، مش كبيع، احتمال كصناعة كاملة، من أنسب المجالات، لأن من البزنس اللي ناجح جدا أو مطلوب. طبيعة الأجواء عندنا في دولة الإمارات طبيعة أجواء حارة أغلب السنة تقريبا، فالناس دائما تبغى شيء اللي يبرد عليها أو يخفف عليها الحر هذا. فكانت فكرة الأيس كريم، وبدأنا يعني بدأت بحث في السوق، بحث عن نوعية المكاين، عن نوعية الأيس كريمات الموجودة في السوق، عملت عليها دراسة شاملة، في النهاية انتقلت إلى هذا المشروع، فتحته في تقريباً أبريل 2019. أستاذ صلاح، شو الخدمات والمنتجات اللي بتقدموها بأيس ستيشن؟ احنا ركزنا أول ما فتحنا المحل أو المشروع تبعنا، احنا ركزنا في موضوع أن نكون سبيشاليتي تبعتنا أيس كريم. احنا بس أكثر شيء مشروبات أو مأكولات باردة ومشروبات باردة. فكان تركيزنا على نوع ما يسمى السوفت سيرف أيس كريم، اللي هو الأيس كريم عن طريق المكاين. هذا طبعا نوعية الأيس كريم هذه تقدم بنمط الووكين، يعني مش بطريقة الدايننج، والزبون طبعا دائما يجي عندنا مثلا ياخذ الأيس كريم وياخذه على الماشي، لأن طبيعة أكله انه يكون كريمي وخفيف ومش مؤذي للزبون. يعني أستاذ صلاح، في ظل المنافسة الشديدة في دولة الإمارات، كيف تميزتوا عن غيركم بتقديم الخدمات والمنتجات؟ والله احنا تميزنا اول حاجة بنوعية الاصناف اللي نجيبها احنا. طبعا المكاين اللي استخدمنا احنا مكاين ايطالية، من افضل انواع المكاين هي الكاربيجياني، تعتبر اللي هي افضل انواع مكاين الايس كريم في العالم كشركة. والمنتجات الثانية، المواد الخام الثانية كلها مواد عالمية، جبناها من بريطانيا وبعضها من فرنسا ومن ايطاليا، كلها منتجات عالية الجودة، وبعض الاضافات المحلية لمنتجاتنا يعني كنكهات محلية. خرجنا بمنتجات يعني متميزة، حتى الناس يعني الزبون حاول انه يعني يبحث عن بديل، يعني اكثر الزبائن يجون عندنا يحصلون نفس ما حصلوا نفس النوعية موجودة برا السوق. هذا رقم واحد. رقم اثنين، حاولنا نعمل معادلة بين الجودة والسعر، فوازنا انه يكون السعر يعني معقول جدا بإضافة مقابل الجودة اللي يحصلها الزبون. فكانت اتوقع سر نجاحنا واستمراريتنا في السوق، واحنا ناويين ان شاء الله نتوسع اكثر. استاذ صلاح، بعد النجاح اللي وصلتوا له، شو خططكم المستقبليه؟ والله خطتنا احنا نتوسع في نظام نقاط البيع، يكون عندنا نقاط بيع مختلفه في مستوى دوله الامارات، ويكون عندنا خدمات. احنا نقدم خدمات الكاترينج في الحفلات، المناسبات في الهيئات الحكوميه، في القطاع الخاص، المناسبات العائليه، مناسبات المدارس، عندنا باكجات مقدمه نحتوي يعني خدمه كامله، تقديم في الافراح، حتى مكاين ايس كريم مع خدمه العملاء، نعطيهم باكج كامل في مناسبات الاطفال، اعياد الميلاد، دائما نقدم لهم هاي الخدمات. ففي طلب على السوق، ويعني مفتوح السوق بالنسبه لنا، مطلوبه يعني، وكنا احنا اصلا في نفس المجال، فهي تتناسق مع خط انتاجنا يعني. أستاذ صلاح، أنت كرائد خبرة وصاحب أعمال، شو بتنصح اللي بده يؤسس عمل داخل دولة الإمارات؟ والله هو دراسة السوق طبعا شيء مطلوب، عمل دراسة الجدوى في السوق هذه، وتحديد المصادر، ومعرفة الزبون، أو زي ما يقولون الديماند المطلوب بالنسبة لنا، يكون عنده زبون أنه يسوق سلعته هذه أو تكون مطلوبة أغلب أوقات السنة طبعا، ويدرس الشريحة اللي هيشتغل عليها، كشريحة العمرية أو الشريحة الجنسية، إن كانوا ذكور أو نساء، أو فئات الزبون اللي هيشتغل عليها. الشيء الثاني، بيئة العمل في دولة الإمارات ممتازة جدا، يعني الأنظمة والقوانين جدا مناسبة، وتساعد أي إنسان في حفظ حقوقه، مع إن كان حقوقه مع العملاء، أو حقوقه مع الموظفين، أو حقوقه مع قطاعات الخدمات الأخرى.
فالقوانين والأنظمة جدا تساعد، والبرامج الدعم للرواد الإماراتيين كدعم كبرنامج فراس خير، برنامج الشيخ سعود لدعم مشاريع الشباب من أهم البرامج اللي ساعدتنا وشجعتنا على الاستمرارية وعلى النمو، وحتى إجراءات الدوائر الحكومية كانت سلسة وسهلة جدا. الحمد لله يعني وضع السوق جيد جدا ويستحق يعني الدخول فيه، والأجواء المنافسة تعطي للزبون حقية التنوع الاختيار، تعطي الجودة المطلوبة، المنافسة تخلي الإنسان يشتغل برتم عالي جدا من الاهتمام والحرص على إرضاء كل الزبائن. في النهاية هي مصلحة الزبون طبعا أول حاجة. الشيء الثاني ما يقصرون يعني شيوخنا اللهم لك الحمد، والوضع السياسة والقوانين والأمن والأمان في الدولة يعني اللهم لك الحمد يشجع الإنسان على القيام بأي مشاريع في الإمارات. أستاذ صلاح بالتوفيق يا رب، وهلأ بدنا نخبر المشاهدين كيف بيقدروا يوصلوا يتواصلوا مع آيس ستيشن. آيس ستيشن لها حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي، عندنا حساباتنا في التيك توك، عندنا حساباتنا في الانستغرام، عندنا حسابات في سناب شات، في جوجل ماب احنا موجودين، بس مجرد يكتبون آيس ستيشن كل المنتجات معرفة هناك، وصورنا ومنتجاتنا وآراء الزباين موجودة حتى في الموقع. أي حد حاب يزورنا في الموقع يتواصل معنا، قنوات التواصل موجودة في الاتصالات بالسناب شات بالإنستغرام، كل الوسائل موجودة فيها. نتمنى لك كل التوفيق يا رب ونشوفكم بأعلى المراتب. شكرا جزيلا. إلى هنا أعزائي المشاهدين نختتم حلقتنا لهذا الأسبوع، تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC الخليجية، ودمتم بخير، في أمان الله.